مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد بحول الله، تيارات جنوبية غربية ستعمل على ارتفاع درجة الحرارة على كل المناطق الشمالية، تكون أيضا مرفوقة بنسبة رطوبة عالية، وعليها الأجواء ستكون مغشاة جزئيا نحو السواحل الوسطى والشرقية، ضباب محلي بسواحل والمرتفعات الداخلية الشرقية خلال الصبيحة. المناطق الغربية ستشهد أجواء مغشاة على العموم، مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبيا هذا خلال الصبيحة نحو السواحل، في انتظار أن تلتحق إليها بعض الأمطار الرعدية خلال أواخر النهار. الهضاب الوسطى ومنطقة الأوراس هي الأخرى ستشهد أجواء رعدية خلال الظهيرة، لما نقول رعود احتمال لأمطار رعدية محلية، قد تنتقل هذه الأمطار خلال أواخر النهار نحو السواحل خاصة السواحل الوسطى. بالجنوب الأجواء ستكون مشمسة على كل الجنوب الشرقي ومغشاة على العموم بشمال الصحراء، الجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة، كما ستنشط بعض الزوابع الرملية المحلية، قد تتصاعد هذه الرمال إلى غاية الهضاب الغربية. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 11 إلى 14 درجة بالهضاب العليا، وما بين 12 إلى 17 درجة بسواحل والمناطق الداخلية. أما جنوبا 18 منتظرة بتندوف، 19 ببشار بغردية وتمنراس، 21 درجة بإليزي، 26 درجة بالصحراء الوسطى، و28 درجة بأقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد بإذن الله الحرارة قصوى كما سبق الذكر، ستعرف ارتفاع على كل المناطق الشمالية، 32 درجة كعلى مقياس بالعاصمة ببومرداس، 30 درجة بتيزي وزو والبويرة، 28 درجة بسكيكدا عنابة ووهران، ما بين 25 إلى 27 درجة بالهضاب العليا والمناطق الداخلية الشرقية. جنوبا في حدود 32 درجة بالواد بالمغير ورقلة، 33 درجة ببشار حتى بتمنراست بجانت بإليزي كذلك بتندوف، 39 درجة بالصحراء الوسطى، وترتفع إلى 44 درجة بأقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب بسواحل الشرقية، رياح ضعيفة. أما بسواحل الوسطى والغربية البحر سيتحول إلى مضطرب مع رياح تتين الشرقية بسواحل الوسطى قوية نسبيا، بينما ضعيفة بسواحل الغربية ضمن تيارات جنوبية غربية. هذا بالنسبة لداخل الوطن. أما بالنسبة للقارة الأوروبية، إذن تيارات جنوبية غربية ستشمل أغلب العواصم الأوروبية، وعليه ستعرف ارتفاع لدرجة الحرارة على كل العواصم، 29 درجة بروما، 21 درجة ببرلين، أمطار مرتقبة بكييف ب 22 درجة، لندن 21 درجة، و 22 درجة منتظرة بإسطنبول ولشبونة. أما عن وقت غروب الشمس ليوم الغد وكذلك بشروق الشمس على مستوى العاصمة وضواحيها، أيضا الشروق سيكون في حدود 5 صباحا و 33 دقيقة، ودائما تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.